هكذا يبدو الوضع في غزة، مزيد من القتلى والجرحى واستهداف بيوت آمنين تعتبرهم إسرائيل بالمقاتلين. الحصار الاقتصادي الذي دعمته إسرائيل بطوق عسكري مشدد من كل جانب أوصل القطاع إلى مرحلة الموت السريري، وأصبحت فرص إنعاشه شبه معدومة بحسب بيان اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار. المنظمات الإنسانية العالمية وعلى رأسها منظمة العمل الدولية قالت على لسان مسؤولها فيليب إدغار إن أكثر من 80% من سكان غزة بحاجة إلى مساعدات غذائية، بل إن منظمة أوكسفام وصفت الوضع في قطاع غزة بأنه الأسوأ منذ بداية الاحتلال العسكري الإسرائيلي عام 67. أما الفصائل الفلسطينية وعلى رأسها حماس فقد أكدت على وجوب إنهاء الحصار الظالم على الشعب الفلسطيني. وإن لم يبادر المجتمع الدولي وتبادر الأطراف المعنية إلى كسر هذا الحصار فسوف نكسره بإرادتنا الذاتية، والشعب الفلسطيني لديه خياراته في نهاية المطاف. هذه الخيارات التي يتكلم عنها مشعل وضعت مصر بحسب وسائل الإعلام الرسمية في حذر شديد وخوف من تكرار حوادث معبر رفح الماضية وتدفق عشرات الآلاف من الفلسطينيين مرة أخرى نحو حدودها. أما وسائل الإعلام الإسرائيلية فنقلت أن الجيش تلقى الأوامر لرفع الجاهزية تمهيدا لتصعيد عسكري محتمل في قطاع غزة، خاصة مع كثرة الحديث عن احتمالات فشل جهود التهدئة الجارية الآن مع حماس. وفي هذا السياق قال قائد الجيش السابق دان حلوتس إن الصواريخ المحلية التي يطلقها نشطاء الفصائل الفلسطينية على إسرائيل أخطر من التهديد الإيراني بحسب تعبيره. لا يمكن التنبؤ بما ستسفر عنه الأيام القادمة من تصعيد على الحدود لأجل كسر الحصار في حال فشل عمر سليمان إقناع تل أبيب بالتهدئة، إلا أن المراقبين يؤكدون أن الجميع في حالة تأهب قصوى في انتظار خيارات حماس والفصائل الفلسطينية. رياض مصطفى، روسيا اليوم.